اغرب اختراعات للبشر. المكان ده لما تشوفه في الشارع وتعرف انه حمام اكيد هتتردد انك تدخله، لكن لو جربت تدخل هتعرف ان الازاز بيتحول لغيامه بمجرد ما تخش الحمام وتقفله. والاختراع ده بصراحه انا افتكرته في الاول انه بيفتح صندوق بعجل، لكن اتصدمت لما عرفت ان ده باب عربيه وان دي عربيه اساس. دي بقى اخر صيحات العجل. بصراحه فكره العجله دي معقده جدا ومش عارف ايه لازمتها، بس لو انت شايف ليها لازمه قول لي في التعليقات. في باريس بقى اخترعوا وسيله مواصلات غريبه جدا، تقدر تقول عليه باص على شكل شنطه بس مصنوع بطريقه حديثه شويه. لو عجله السكوتر او الموتوسيكل بتاعك نامت فجاه فالفكره دي هتبهرك. دي عجله بسيطه جدا هتساعدك انك تكمل مشوارك لحد ما تروح لبتاع الصيانه. الناس بقى اللي ما بتعرفش تخرج اخر كميه في معجون الاسنان، ده حل بسيط ومرضي جدا هيساعدك انك تخلص الانبوبه كلها. عرفنا في التعليقات ايه اغرب اختراع شفته بالنسبه لك، ما تنساش اللايك للفيديو.